لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. من المتوقع أن تشد بعثة نادي فيتاكلوب الكونغولي رحالها صوب المغرب اليوم الأربعاء، وذلك لمواجهة فريق الوداد لحسم مؤجل الجولة الأولى من دور المجموعات بعصبة الأبطال. وتضم قائمة نادي فيتاكلوب الكونغولي 26 لاعبا تحضيرا لمواجهة فريق الوداد على أرضية مركب محمد الخامس. أكد المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو أنه سيعمل على تكوين مجموعة متكاملة سواء دفاعيا أو هجوميا لتحقيق الأفضل بالشغف والعزيمة لخدمة النادي، وأضاف أنه لا وقت للراحة ويجب التفكير في المباراة القادمة ضد نادي فيتاكلوب الكونغولي بعصبة الأبطال، وذلك لتحقيق نتيجة إيجابية والمنافسة بقوة محليا وقاريا هذا الموسم. عبر المهاشم الليبي مؤيد اللافي عن سعادته بالعودة للمشاركة مع فريق الوداد بعد غيابه الطويل، مؤكدا أنه سيقدم كل ما لديه لخدمة النادي وإسعاد الجماهير الودادية، كما أكد أنه يجب دعم المدرب خوان كارلوس غاريدو للمنافسة محليا وقاريا في الموسم الكروي الحالي. بات المدافع الدولي الجزائري الحسين بن عيادة قريب من العودة إلى الميادين، وذلك بعد عودته من قطر حيث قضى فترة علاجية قصيرة في مركز أسبيطار، وكان متواجد في مركب محمد الخامس خلال مواجهة فريق الوداد أمام نادي أولمبيك خريبكا. كما أكدت بعض المصادر الودادية أن الحسين بن عيادة في حالة صحية جيدة وسيكون جاهز للعودة إلى التباري في الأيام القليلة القادمة، كما أن المهاجم زهير المصرشي بدوره تعافى بشكل كامل من الإصابة، وعودته للمشاركة مع فريق الوداد تبقى رهينة بقرار المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو.